والمخصصة للإبكار الحقائق ومسافة 2 كيلومترات، مسافة السرعة، مسافة الإبداع والإثارة. تقدم مباشرة مع أول المراكز مع سيافة وماجد بن مذكر بن مسفر القرشي. من يقدم لنا سيافة كأول المنطلقات؟ سيافة نحو الانتصار. المركز الثاني وصلت فيه ندة وذيب بن حسن بن محمد العجمي. من يقدم لنا ندة في هذه المعركة والندية الحاضرة ما بين الشعارات؟ هنا تصل مع المركز الثالث، تصل تريف وعلي بن محمد بن جار الله بن بخيت النابت. من يقدم لنا شعار المركز الرابع؟ قمرة ومناحي بن عبد الله بن حمد العوير الكربي. من يقدم لنا قمرة؟ وصل التعب ومحمد بن سالم بن محمد الحيمر المري. من يقدم لنا تعب في هذا الشوط المتعب، في هذا الشوط الذي يحمل العديد من الأسماء؟ وصلت بلشة وصالح بن محمد بن عاطف الرشيد. من يقدم لنا بلشة؟ ولكن تريف بالرقم واحد، تريف بالمركز الأول تتقدم بشعارك يا النابت، ولكن وصلت بلشة. ويا بلشة تكون من بلشة، يا صالح يا بن محمد يا عاطف يا بن عاطف يا الرشيد. من يقدم لنا بلشة وصالح؟ من أجل النوماس الجماهير تناشد بهذا الانتصار، ولكن بدأت تقترب أيضا سيافة التي بدأت معركة هذا الشوط، وهي تحاول أن تعود إلى موقعها وصدارتها يا القرشية. ولكن بالرقم واحد النابت، والعين على المركز الأول، والعين على الانتصار، والعين على النوماس. ولكن الهودج وصلت، وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد وصل بن مروشد يبحث عن النقطة الثانية على التوالي. أيضا وصل الضباء وجابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري. الله الله الله، يا هي من معركة، يا هي من قوة، يا هي من إثارة. ولكن انطلقت نوت وماجد بن محمد بن حمد المري، ولكن انطلق الضباء، ضباء ونوت والأمتار الأخيرة. ولكن ضباء كالضباء بأدائها، وكالضباء بجمالها، وكالضباء بانطلاقاتها، انطلقت نحو الانتصار. انطلقت يا جابر، يا بن علي، يا بن سعيد، اسعد الله صباحك بكل خير يا المري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني نوت وماجد بن محمد بن حمد المري. من قدم لنا نوت مع المركز الثاني؟ المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث موج وسالم بن فهيد بن عبد الله المري. المركز الرابع تريف وعلي بن محمد بن جار الله بن بخيت المري. من قدم لنا شعاره مع المركز الرابع؟ اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والف الف مبروك لمالك ضباء التي حضرت وقدمت الاداء. إن وصفناه بالضباء، نعم فهي قد تكون كالأدائها وكانطلاقاتها وكجمالها. 3:37 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمن الذي حضر مع ضباء. المركز الثاني نوت ماجد بن محمد بن حمد المري. التوقيت الزمني 3:00. بالفعل حضرت في المركز الثاني 3:03.75 جزءا من الثاني. المركز الثالث وصلت فيه موج وسالم بن فهيد بن عبد الله المري. 3:03.84 جزءا من الثاني. المركز الرابع وصل في شعر علي بن محمد بن جار الله النابت. والمركز الخامس حضرت، بالفعل حضر مع المركز الرابع. المركز الخامس حضرت في الهودج وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. بالفعل بهذه التقنية الحديثة وبالتقنيات العالية في فصل المراكز عند خط النهاية، هكذا هي أبرز ما جاء في شوطنا الماضي. وجاءت النتائج والمراكز الخمسة الأولى، وكانت المعركة حامية إلى آخر الأمتار.
إلى اللحظات الأخيرة، إلى أن حضرت ضباء وفصلت في الموقف. تهانينا والف مبروك لجابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري على هذا الفوز.